يعني حرية الإجابة، لأن اتهمني طيب مجموعة اتهامات في طيب طيب عدم تفضل القراءة تفضل وعدم تفضل المتابعة، وأنا تفضل أرد يعني تفضل أجاوبه، لكنه استثمارا للوقت أحاول أن أشير إلى قضية مهمة، قضية تتعلق بأننا يعني حقيقة متخوفين من عملية المفردات التي أتى فيها هذا القانون، والتي فيها تعطي تأويلات متعددة وإمكانية قراءتها من زوايا شنو هاي المفردات بعد متنوعة، إذنك؟ مثلا الأعراف والتقاليد، مثلا قضية الرمز الديني أو الشخصية الدينية، مثلا الأخلاق وتفاصيل هذه. أين أستاذ أنا حتى نكون بعيدين ناخذ معلومة أكثر توضيح، يعني ما موجودة، يعني يقول ما موجودة هاي، يعني عدلت اللي قريناه شنو؟ اللي قرينا هذه البنود وين موجودة؟ هذه موجودة. ممكن أجاوب؟ نعم أستاذ عماد ممكن أجاوبك؟ تفضل نعم. أنت قرأت قانون 2011 نعم، ومن حقك أنت اليوم تقول هاي كلها لغيناها. نعم احنا ركزنا على الجريمه الالكترونيه فقط. نعم. احنا مركزين على الجريمه طيب الالكترونيه. هذه التعديلات التي تشير اليها هل ظهرت الى وسائل الاعلام؟ هل حاولتم ان تنبه اذا كانت هناك تعديلات؟ وانا احترامي لرايك، لكنني اشك بهذه التعديلات، واعرف ان هناك نوايا بتواصل هذه العمليه، وانا معك موجود، وسنعرف فيما بعد ان هذا القانون الذي اتى بتوقيت غير مناسب. ارجع على قضيه التوقيت، هل نحن في هذا الظرف نحتاج الى هذا القانون؟ طيب اذا كان الموضوع يتعلق بعمليه الابتزاز وما اشرت اليه في دغدغه مشاعر الناس على انه هناك عمليات انتحار وعمليات عرف عشائري وتفاصيل معينه، وانتم كنواب يعني حراس للفضيله في هذا الجانب، عليكم ايضا ان تكونوا حراس لفضيله اهانه كرامه العراقي في المظاهرات الاخيره، في الاحتجاجات الاخيره، وتقولون من هم قتلت 700 واحد من شبابنا، وتذهبون ايضا الى زرع العداله طيب في نفوس العراقيين. ابتعدنا استاذ عماد، ارجع لقضيه القانون. استاذ عماد بعد اذنك استاذ عماد نعم.